في جوكر؟ زي ما شاهد قالت في جوكر. السؤال اللي جاي مش سهل. على بركة الله. فعلا مش سهل. تركيز وعشرين نقطة. تاريخ والسؤال هو: ساهم الرئيس بول كاغامي في نهضة إحدى دول حوض النيل، فما هي؟ الرئيس السادس والحالي للدولة دي. يا رب. من سنة 2000 يعني بقاله. طلعها من تحت الفقر، كانت يعني من ساعة ما خرجت من الاحتلال. انت مذاكر بقى 22 سنة. انا لسه ما سمعتش الاجابة، ولكن كلنا واثقين فيه. يعني بصوا، الطريق اوله صح. هو الصراحة أعلى حاجة عملها إن هو حط حوالي تلت ميزانية الدولة للتعليم، دي كانت أفضل حاجة شفتها عملها الصراحة فيه. وألغى التفرقة العرقية. كانت بين وزود نصيب المرأة في البرلمان، يعني تخيل إن المرأة بقى ليها 60% إن شاء الله من البرلمان. إن شاء الله ربنا يستر علينا. طفرة اقتصادية غير عادية. وإجابتك إيه بقى؟ رواندا إن شاء الله. إن شاء الله. حفاصل معاك ازاي؟ إجابة صحيحة. وانت هي الإجابة الصحيحة.